متوفرة تشير إلى مقتل نحو 300 إرهابي خلال الآونة الأخيرة بفعل ضربات قوات البيشمركة وطيران التحالف الدولي والجيش العراقي، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة مستعدة للتضحية من أجل كركوك وأهلها بكافة مكوناتهم وقومياتهم دون تمييز. كشف العميد شيركو فاتح قائد اللواء أول مشات لقوات البيشمركة أن جبهات القتال في المنطقة الجنوبية لمحافظة كركوك مستقرة وآمنة، وأن قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة الكردية للهجوم على إرهابي داعش، وكركوك تمثل للبيشمركة خطا أحمر لا يجوز المساس به. الكركوك خاطئ مستقر والأوضاع الأمني مستقر ولدينا كل الاستعدادات، والبيشمركة لديه معنويات عالية لتحدي وتصدي أي قوة يتوغل المدينة العزيزة الكركوك. أنتم تعرفون بالنسبة أن الكركوك خط الأحمر، لن نقبل أي قوة من الإرهابيين أو سواء أي قوة عدائية عدوان المدينة الكركوك بكامل مكوناتها بعربه وبكرده وبتركمانه والآشوريين المسيحيين والكلدانيين أيضا وكل المذاهب اللي موجودة في كركوك. لدينا قوة مساندة كافية والضربات مستمرة وراح يكون مستمر، ولدينا تنسيق وتعاون مع الطيران والقوات وطيران التحالف أيضا. الضربات مستمرة وضربات يحقق كل الهدف وجايب نتائجها بشكل جيدة جدا. وصحيح مرات أكو يعني بصراحة أقول يعني تهم من بعض من مع الاحترامي من السياسيين أو من غير السياسيين عمدا، ويعني بعض من اتهمك على أساس البيشمركة قوة كردية فقط يدافع عن الأكراد، بس بصراحة هذا معلومات يعني غير دقيقة وغير مؤكدة. نحن نصحح المعلومات كقوات البيشمركة في مدينة كركوك جزء من شعب كركوك ويقاتل في سبيل كل مواطن في كركوك سواء الأخوان العرب والأخوان التركمان أخوان الآشوريين والمسيحيين ويا الأكراد. خلال 6 أشهر الماضي من ما وراء الأحداث 9/6 القوات البيشمركة موجود في كركوك يحمي شعب كركوك ومدينة كركوك بكامل أطيافها وبكامل قومياتها والمذاهب اللي موجودة. نحن خادم شعبنا في كركوك، الشعب الكركوك لدينا خط أحمر باتجاه الشعب الكركوك، شعب الكركوك شعب عزيز بالنسبة لنا. نحن مستعدين لنتقدم أي تضحية لغرض الأمن والاستقرار في هذه المدينة العزيزة كركوك. العميد شيركو فاتح قال أن طيران التحالف والجيش العراقي يشكلان قوة ضاربة ومساندة لقوات البيشمركة في سماء كركوك، مضيفا أن هناك معلومات استخبارية تفيد أن إرهابي داعش فقدوا التوازن والانهيار بات مسيطرا عليهم، وخلال 15 يوما الأخيرة بحسب المعلومات وقع في صفوفهم أكثر من 300 قتيل. قتلى وجرحى يومية موجود في صفوف الداعش، وأتصور يعني حسب المعلومات الاستخبارية هسه القوات الداعش يعانون من الضربات الجوية المؤثرة ضدهم والصفوف مالهم متشتتة، وإن شاء الله راح يتكثف الضربات الجوية أكثر حتى لكي نطرد القوات الإرهابية الداعشية اللي هم غير إنسانية وغير دينية اللي بس هم معرفتهم القتل والذبح. حسب المعلومات الأولية يعني خلال 15 يوم الماضي القوات داعش لديه أكثر من 300 قاتل سواء من المسؤولين أو من المراتب مالهم. قوات البيشمركة بعد تمركزهم في المناطق الجنوبية لمحافظة كركوك أخذوا على عاتقهم حماية حدود المدينة وحفظ وسلامة شعب كركوك بكل أطيافها وقومياتها. هلغورد حسن، فضائية كركوك. أما على صعيد التطورات الميدانية في غربي كردستان، حيث قتل وأصيب عدد من إرهابي داعش